السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي. اليوم غنوجد معكم هاد لي بغيوش أو فطائر بالملعقة فقط، يعني بدون دلك أو مجهود، كيجو خفاف ورطبين كيف ما هو واضح. وبالنسبة للمقاييس غنستعملوا هاد العلبة من الزبادي اللي وزنها 110 غرام. انا هنا استعملت نكهه الفانيلا، يمكن لكم تستعملوا اي نكهه تفضلوا. وضفت عليه نفس الكميه من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز ما يعادل 10 غرام، وماء دافئ، ثلاث ملاعق كبيرة من السكر، نخلط المكونات مع بعضها حتى يذوب السكر والخميرة، ثم تخمر لربع ساعة. ويكون هذا هو شكلها كيف ما هو واضح، يعني مثل اللبن أو الزبادي. نضيف عليه الملح، الزيت، النباتية، كيسين من السكر بنكهة الفانيليا، مئة وخمسين غرام من الدقيق الأبيض أو دقيق الحلويات يضاف بالتدريج.
بعد ما كملنا تشكيل الفطائر نخليوها تخمر. هنا خلطت قليل من الحليب مع أصفر بيضة اللي احتفظنا بها، وندهنوا به البريوش أو الفطائر بعد ما خمروا. ورشيت عليهم الزنجلان أو السمسم. بالنسبة للبريوش عامة من الأفضل أن الفرن يكون مسخن من قبل، وأثناء الطهي نخفض الحرارة إلى متوسطة أي 180 درجة. وبصحتكم وراحتكم، نتمنى أنها تنال إعجابكم وتجربوها، وأكيد غتعجبكم لأنها يعني وصفة ناجحة 100%. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.